الاخيره، وهو وعدد كبير من الزيارات او علاقات كثيره مع عدد دول العالم. فالغرض الاساسي منه ان هو يعمل عمليه جذب للدول، اي توجيه الانظار للاستثمار في مصر، او جذب الشركات العالميه ان هي تستثمر في قناه السويس، لان احنا محتاجين عدد معين من المشاريع او نوع محدود من المشاريع. الغرض الاساسي منها ان احنا عمليه توطين للتكنولوجيا او استثمارات كبيرة جدا يمكن المستثمرين المحليين. يعني دعني أقف معك على هذه النقطة تحديدا دكتور كريم، يعني تعلم جيدا أن هذه المشروعات القومية والتنموية التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي يعني أنفاق عملت من خلال شركات مصرية وخبراء ومهندسين وعملاء مصريين. نعم ندرك أنها بمعدات أجنبية، ولكن هي بأيادي مصرية. هذا الأمر كيف يمكن أن يكون انعكاس إيجابي للمستثمر الأجنبي في جذب الاستثمارات داخل مصر؟ طبعا ان هي شركات مصريه بنسبه 100%، هي ايدي عماله مصريه وخبره وفنيين ومهندسين مصريين، واذا كانت الالات هي الات مستورده او الات اجنبيه ده مش عيب. اغلب دول العالم لما بتقوم بعمليه اصلاح اقتصادي او بعمليه نهضه اقتصاديه بتعتمد على الاصول الراسماليه او الالات والمعدات بتستوردها، يعني ده حاجه مش عيب، لا ده كل دول العالم بتمشي بنفس الطريقه. فاحنا استوردنا الالات والمعدات، اعتمدنا على ايدي العمال المصريه وعلى الفنيين والمهندسين المصريين، فاصبح لدينا شركات مصريه قامت بحفر انفاق او سواء حفر الممر المائي او الممر الملاحي لقناه السويس. شفنا احنا كام شركه مصريه مدنيه شاركت في حفر الانفاق او حفر قناه السويس الجديده. ده طبعا هينعكس ان هيبقى مع مرور الوقت ومع المشاريع اصبح لدينا عدد كبير من الشركات المصريه لديها الخبره اللازمه والكفاءه الجيده ان هي ليس فقط ان هي تعمل مشاريع جوه مصر، لكن احنا لدينا عدد من الدول الجوار زي ليبيا او زي دوله العراق، دي كلهم بيسمعوا ان الشركات المصريه انها تيجي تستثمر او تيجي تنفذ عندهم مشاريع. وعلشان علشان المشاريع تروح، الشركات المصريه عفوا تروح تعمل مشاريع في دول زي دوله ليبيا، لازم يكون عندها في السيره الذاتيه بتاعتها ان هي شاركت في عمل مشاريع قوميه. اذا فهي الشركات بتشتغل في مصر أيدي عاملة مصرية وشباب مصريين ومهندسين وفنيين مصريين بيشتغلوا في مصر وفي المشاريع القومية المصرية علشان تعمل عملية تنشيط للاقتصاد القومي، ومن ثم بعد ما المشاريع تنتهي هتكون لديها فرصة كبيرة جدا إن هي تكون بعمل مشاريع وبعمل استثمارات في دول الجوار والدول الأفريقية. وإحنا كمان شفنا الاتجاه مصر نحو أفريقيا أو عمل بنية تحتية وطرق ومواصلات وأنفاق تربط بين الدول الأفريقية بينها وبين بعض علشان نعمل عملية تنشيط للتجارة الأفريقية اللي مصر هي عضو في الكوميسا أو عضو في تجمعات أخرى بيتم دمجها مع بعض. فاحنا اكيد الشركات المصريه اللي هي هتبتدي تنتشر في افريقيا وبالفعل منتشره زي شركه المقاولين العرب على سبيل المثال. فكل الشركات دي كل ما كانت شاركت في مشاريع اكبر في مصر، كل ما كانت الخبره المصريه زادت، كل ما هتكون في يوم من الايام مصدر عائد ومصدر دخل لمصر.